برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة وهيشاركنا في قراءة تحليلية مختلفة لأهم الأخبار الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. صباح الفل دكتور ممدوح، منورنا في صباح البلد وفقرتنا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. والحقيقة النهاردة عندنا كالمعتاد مجموعة من الأخبار المتنوعة ليها علاقة بالشأن المحلي والعربي والدولي، وطبعا في المقدمة بنستهلها بكوب 27 وأهم الأحداث والفعاليات في قمة المناخ. نستهل جولتنا بمنشط جريدة أخبار اليوم ومتابعة أجراها الزميل أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في أعمال قمة المناخ. وجاء المنشط بعنوان: خلال استقباله الرئيس الأمريكي بايدن، الرئيس السيسي يؤكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بحث ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتنسيق المشترك لمواجهة هذه الأزمة. وبايدن يؤكد: مصر تعتبر صديقا وحليفا قويا لأمريكا تعول عليه في المنطقة. وفي التفاصيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. من جانبه، ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة، معربا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي وإسهاماتها بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة. الحقيقة دي كانت تغطية مميزة لزميلنا الأستاذ أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم. ودكتور ممدوح، بقراءة هذا الخبر والمتابعة العديد من الأحداث والفعاليات لكوب 27، نجد أن مصر هي محور ومحط أنظار العالم وقبلة لزعماء ورؤساء وقادة دول العالم، وهذا يعني لا يوجد فيه مجال للشك. لو نظرنا لزيارة الرئيس جو بايدن، هنجد أنها هي الزيارة الأولى له بعد تولي الرئاسة قبل عامين، والزيارة الأولى أيضا منذ زيارة الرئيس الأسبق باراك أوباما منذ عام 2009. سبقها طبعا زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، واللي أشادوا بالتنظيم المبهر التي قدمته مصر في كوب 27. والعلاقات المصرية الأمريكية كما قرأنا في الخبر هي علاقات استراتيجية ممتدة، يعني بنتكلم على نحو قرن من الزمان. زيارة الرئيس جو بايدن لقمة المناخ هي بالأساس للتحدث حول التغيرات المناخية، ولكن شملت العديد من الملفات: القضية الفلسطينية، قضية سد النهضة، القضايا المشتركة، الأزمة الروسية الأوكرانية. ما هي أهم الرسائل من وجهة نظر حضرتك التي تحملها هذه الزيارة؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، لو بنضع عنوان زي ما حضرتك قلتي لهذا الخبر هيبقى علاقة المائة عام. هو الحقيقة انه على مدار مائة عام ومنذ اعتراف الولايات المتحدة الامريكية باستقلال مصر في 1922 والعلاقات ممتدة، يعني تفاوتت في حقبات العصور. يعني بنتكلم على الحقبة الناصرية على سبيل المثال، كان بداية في تقارب مع الاتحاد السوفيتي، ولكن تاليا مع الرئيس السادات بدأت التوجه نحو العلاقات وتقوية العلاقات مع الجانب الأمريكي، واستمر ذلك في عهد الرئيس الأسبق مبارك، سواء مع رئاسة ريغان أو جورج بوش الأب أو كلينتون أو جورج بوش الابن أو تاليا باراك أوباما. وبالتالي في نهاية بقى حقبة مبارك ربما بدأ نوع من التوتر،
بنتحدث عن انه نظام الاسبق مبارك اعتبر انه هناك نوع من التأييد لتنحيه، وبالتالي بدأ نوع من، ولكن تاليا بعد ذلك طبعا هو اخر رئيس تعامل معه مباركا اوباما، وبالتالي تاليا بدأ نوع من التأكد في توطيد العلاقات بين مصر والجانب الأمريكي مع جولة الإصلاح الحالية في 2014، والتأكد من دور مصر القوي والشراكة القوية مع الجانب الأمريكي. بدأنا نتحدث عن مرحلة جديدة، نحن نتكلم عن علاقات ثنائية ممتدة، توافق في رؤى في أكثر من مجال، وبالتالي أهمية هذه اللقاءات وهذا اللقاء تحديدا يأتي على هامش قمة عالمية مثل تغير المناخ وأثاره والتعامل معه، ويأتي بعد فترة يعني تعتبر منتصف الطريق في فترة الرئيس بايدن، وبالتالي هي يعني دلالة مهمة جدا. طبعا استكمالا لهذا النقاش لم يقتصر الحديث حول قضايا المناخ، احنا بنتكلم على القضية الفلسطينية وكيف أكد الجانب الأمريكي على دور مصر في أزمة غزة الأخيرة وفي القضية الفلسطينية. هو طبعا مصر دور تاريخي ورقم هام في المعادلة، وبالتالي أيضا الجانب المصري يقدر دور الأمريكي في هذا الأمر، وظني أنه هناك توافق في الرؤى وتأكيد مصر على ضرورة وجود حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية هو مسألة ممتدة. أيضا قضية سد النهضة، ودي نقطة مهمة جدا أن يعني تناقش ويتم التأكيد من الجانب المصري على أهمية الأمن المائي، وعلى أن الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لابد أن يفعل، ويؤكد الجانب الأمريكي على صحة وقوة الموقف المصري، ويعلن البيت الأبيض رسميا أنه الجانب الأمريكي يساند مصر في رؤيتها. دي مسألة في غاية الأهمية. طبعا مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية والدعم الخاص بالموقف المصري ونتائج تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والإشادة بكلمة الرئيس في افتتاح القمة، كل هذه الأمور يعني طبعا بتفرض أهمية كبيرة جدا على هذا اللقاء. طبعا أيضا مرورا بقضايا أخرى نعد منها الملف الليبي والسوري واليمني، وكيف أكد الجانب المصري على أهمية دور الدولة الوطنية بعيدا عن التدخلات الأجنبية والميليشيات العسكرية وغير ذلك، وأيضا ثنى الجانب الأمريكي على هذه الرؤية. الحقيقة هو يعني حالة من الرساخة في العلاقات، دولتين كبيرتين، وبالتالي معول على نتائج هذا اللقاء تاليا في مزيد من الرساخة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور ممدوح. وانتقالا من زيارة جو بايدن في علاقتها بالملفات المختلفة والقضايا المشتركة، ما زلنا مع حضرتك وتغطية لأصداء هذه الزيارة، ولكن هذه المرة من قبل ملفات التغيرات المناخية وما تحدث عنه تحديدا في هذا الشأن. أيضا في كلمته أمام قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه اللحظة التاريخية والمشاركة في هذه القمة الحيوية. وقال بايدن: رسالتنا من هنا في مصر حيث الأهرامات والآثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية على مدى الألفيات هي منع وقوع كارثة مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة، مشددا على أن هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن $500 مليون لمساعدة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز، بما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة 10%. وأعلن الرئيس بايدن أيضا عن مبلغ $150 مليون كدفعة أولى لمبادرات تدعم خطة التكيف في أفريقيا، موضحا أن هذا المجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي.
هنا بقى وصلنا لنقطة التغيرات المناخية. مصر لديها رؤية واضحة، وهي أنه لا وقت لدى العالم حتى يضيع أكثر من ذلك، ولذلك اتخذت شعار من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ونقلت هذه الفكرة إلى كل المشاركين في قمة المناخ COP27. لم تنقلها فقط، ولكن مصر استعدت بشكل قوي جدا بمشروعات عدة في مجال الطاقة والمياه والغذاء. وكنا ننظر لموقف الأمريكي السابق متمثل في الرئيس السابق دونالد ترامب حين انسحب من اتفاقية باريس. فالآن أمريكا تحاول أن تثبت للعالم أنها جادة في التعامل مع ملف المناخ من خلال حضور الرئيس جو بايدن، ومن خلال أيضا مساعدة مصر والمساهمة في بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. إلى أي مدى في ضوء هذه الرسائل التي أعلن عنها جو بايدن وهذه المبالغ، إلى أي مدى نجحت مصر في إلزام الدول الكبرى في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة وأن أمريكا هي ثاني أكبر دولة في العالم تأثيرا في التغيرات المناخية؟ هو طبعا أيضا لو بنضع عنوان لهذا الخبر هيكون إقرار واعتذار. إقرار برؤية مصر حينما جاءت في كلمة افتتاحية لفخامة الرئيس في قمة وأكد على أنه الشعوب العالم لا تنتظر إلا التنفيذ ولا شيء إلا التنفيذ، واختتم بها كلماته. الحقيقة هي إقرار بهذا. يعني كثير من المؤتمرات تحدثنا عن ينبغيات وعبارات فضفاضة وكلام إنشائي، آن الأوان إلى ترجمة هذه العبارات في إجراءات تشغيلية وفي مقترحات قابلة للتطبيق. والحقيقة أنه ده الشق الأول في هذا العمل. الجانب الآخر طبعا زي ما حضرتك أشرتي هو فعلا اعتذار عن انسحاب سلف الرئيس بايدن وهو ترامب من اتفاقية باريس 2016 طبعا في قمة بقى COP21 لما أثيرت قضايا المناخ بشكل قوي، وأكثر من 190 دولة انضمت، وبالتالي لما تأتي دولة عظمى كالولايات المتحدة وتنسحب في 2000 وفي عهد الرئيس ترامب، فهي طبعا تفويت فرصة كبيرة على الدفع بقضية المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ. وبالتالي حينما يأتي هذه الفعاليات وهذا العمل يمثل إرادة سياسية جديدة في الجانب الأمريكي، وبالتالي نتحدث عن رأس السلطة التنفيذية وعن رأس مجلس النواب، وبالتالي هي حالة من الدفع بقضية المناخ، وبالتالي تتكامل هذه الأمور في تأكيد رؤية مصر نحو التنفيذ وليس الكلام أو العبارات الإنشائية. وترجمة فعلية لهذا هو الدعم الذي قدمه الرئيس لرئيس بايدن إلى الجانب المصري في ما يقرب من نصف مليار دولار، وبالتالي فرصة يعني العمل على الانتقال من الغازات الأحفورية إلى الغازات النظيفة والاقتصاد الأخضر، من الوقود الأحفوري للطاقة المتجددة طبعا بما فيه من جملة من المزايا تم التحدث عنها كثيرا. نحن نتحدث عن حالة من الاحترار بتنبعث من الغازات الأحفورية كثاني أكسيد الكربون أو الميثان، بينما الاقتصاد الأخضر والغازات المتجددة وصديقة البيئة بتبقى الانبعاثات في حدها الأدنى. نتحدث عن الاعتبارات الصحية، نتحدث عن كثافة العمالة والتكاليف إلى آخره. بالتالي جملة من الفوائد بتنتظم مع التحول إلى الطاقة المتجددة، وظني أنه هينعكس إن شاء الله على الحلقة المصرية. نأتي إلى الجزء الآخر المهم وهو الجانب الإفريقي. أيضا أكد الجانب الأمريكي على دفعة أولى 150 مليون دولار، وبالتالي ده نوع من أيضا من الاعتراف بأن الجانب الأفريقي يعني هو من أقل دول العالم في التسبيب المشكلة، 3% من الدول الأفريقية أو من الانبعاثات جاية من الدول الأفريقية، في حين أنه هي أكثر البلدان تضررا، هي الضحية الأولى. 50% أكثر بيجي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الجانب الأوروبي. وبالتالي يعني هنا كأن الجانب الأفريقي يعني ينتظر من المسببين بقى الأصليين، وكأنه لسان حاله يقول اللي حضر العفريت تصرفه يعني. مظبوط مظبوط. فبالتالي يعني هي نقاط إيجابية نحسب ان هي ان شاء الله تقدم مستقبل اكبر، لان هنتحدث عن الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية، وبالتالي نتحدث عن حالة لابد منها، حتميات، هي مسألة وجودية ليست مجرد أولوية.
أكيد دكتور ممدوح، وانطلاقا من نجاح مصر في الحصول على هذه التمويلات والتيسيرات لمشروعات الخضراء، ولأنها تحدثت بالنيابة عن أفريقيا والقارة الأفريقية زي ما حضرتك تحدثت، فخلينا ننطلق للخبر الآخر، حيث أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر في سبيل تنظيمها لمؤتمر الأطراف 27 أطلقت 3 مبادرات غير مسبوقة لدفع العمل المناخي على المستويات المحلية والإقليمية. وقال محي الدين أن نجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة ومبادرة الجامعات ومراكز الأبحاث لتوفير الحلول العلمية المتعلقة بالتغير المناخي شجع على اتخاذ القرار بشأن استمرارها خلال السنوات المقبلة. وأشار رائد المناخ إلى وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمات دولية لتعميم التجربة على المستوى الدولي، فضلا عن إشراك المنظمات الدولية في دعم وتنفيذ المشروعات الناتجة عنها. دي النقطة اللي حضرتك كنت بتتحدث فيها منذ قليل دكتور ممدوح، لأن مصر حين تترأس قمة المناخ COP27 هي لا تتحدث عن نفسها فقط، ولكن تتحدث بلسان حال كل الدول التي تئن من التغيرات المناخية، وزي ما حضرتك قلت في البداية في الخبر السابق القارة الأفريقية، لأن يعني بنتكلم على أقل من 3% أو 4% تأثيرات في التغيرات المناخية. مصر لديها منصة نوفي لتمويل المشروعات الخضراء والمشروعات الذكية في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، نجحت حتى الآن في توقيع اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار مع شركاء التنمية من العديد من دول العالم. الآن مصر تجربتها تدرس، لأنها بتعمل باستراتيجية وطنية منهجية تم إطلاقها في مايو 2022، ولكن من قبلها كمان مصر لديها مشروعات زي المرحلة الأولى من الهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات. إلى أي مدى حضرتك شايف وإحنا بنتحدث عن هذه المفاوضات هو يمثل نجاح لمصر والقارة الأفريقية في إلزام الدول المتسببة في التغيرات المناخية؟ وطبعا الخبر بيدور حول لسان الحال ولسان المقال، يعني مصر بتؤكد أنها ليست فقط مؤتمر للكلام أو الأوراق البحثية أو الخطب الرنانة، ولكن إجراءات فعلية ومبادرات كما أشار دكتور محي الدين رائد المناخ. وبالتالي احنا بنتكلم على 3 مبادرات هو دكتور محي الدين حددها تحديدا، يعني تمثل يعني دروس مستفادة وإرشاد لكثير من الدول. المبادرة الأولى وهي المسابقة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء التنمية حول الاقتصاد الأخضر الذكي ومشروعات الاقتصاد الأخضر الذكي، ويعني جملة من المتسابقين شاركوا. نحن يعني طبعا زي ما أشير أنه من أكثر من 6000 مشروع وتم اختيار 18 فقط بمعايير قابلة للتطبيق إلى آخره، وبالتالي تاليا هذه المشروعات سوف يستثمر فيها لتنفيذها. المبادرة الثانية المتعلقة ب يعني الجامعات ودور المعاهد مراكز البحوث من نماذج محاكاة إلى تطوير مناهج إلى بحوث ودراسات ومسابقات ومبادرات إلى آخره، وبالتالي يعني حالة من الشراكة يعني فاعلة مصر تقدمها. وبالتالي أشير إلى هذه المبادرات وغيرها كأمثلة للتعامل مع هذه القضية الخطيرة. طبعا مصر منذ يعني كلفت بهذا الملف والدعم الكبير والشراكة المتميزة ما بين قطاعات حكومية نعود منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة طبعا مع حتى التعاون الدولي بالأساس والجامعات ومراكز البحوث الإعلام والصحافة، وبالتالي جملة أو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الحقيقة معزوفة اشترك كل فيها كل من يعنى بهذا الأمر يعني مشارك التنظيم المبهر اللي أشيد به من كل أطراف المشاهدة على مستوى العالم، يعني وحينما يشار إلى أنه مصر أصبحت المكان المثالي لعقد مثل هذا الحدث، كل دي إشادات هي طبعا ترجمة لجهد كبير ويعني حالة من الحوكمة الفاعلة
مشاركة من كل الأطراف حكومية وغير حكومية والقطاع الخاص طبعا ودوره كمسؤولية مجتمعية. الحقيقة يعني ظني أنه هيترجم في تفعيل مشروعات في القادم، وأيضا من المبادرات كانت متعلقة أصلا بالمنتديات الخمسة على مستوى العالم ما بين أفريقيا وما بين أسيا وما بين أمريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية، أيضا نتج عنها مشروعات في كل منطقة. المشروعات دي أيضا سوف يستثمر فيها، وبالتالي بجانب الجانب المحلي أنا أتحدث عن جانب هذه المناطق. وبالتالي الحقيقة هو تبوء دور تاريخي لمصر ليس جديدا عليها، والقيام بهذا الدور على أعلى مستوى من الاحترافية ومن الحوكمة ومن الإدارة يعني التي توافقت مع الإرادة، لأنه دائما ما نعاني ما كانت الإرادة موجودة ولكن الإدارة غير موجودة. اللي هي قوة تنفيذ هذه الإرادة. فالآن نتحدث عن إدارة الإرادة بشكل فعال. أكيد، وزي ما حضرتك تحدثت دكتور ممدوح، سيظل كوب 27 علامة مضيئة في تاريخ مصر ومرحلة انتقالية لمرحلة أكثر إن شاء الله استدامة وتنمية وانطلاق مصر نحو الاقتصاد الأخضر بمنتهى السهولة واليسر، لأنه ناتج عن فكر متطور واستراتيجية بيتم التخطيط لها مسبقا. طيب خلينا نترك مع حضرتك مشاهدين فعاليات كوب 27 مؤقتا، ونروح دلوقتي لأخبار المصريين في الخارج اللي دايما الحقيقة مشرفنا في كل مكان، حيث نظم أبناء الجالية المصرية في العديد من العواصم العالمية أمس وقفات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 بمدينة السلام شرم الشيخ في العاصمة البريطانية لندن. نظم أبناء الجالية المصرية وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد. وشارك في المظاهرة عدد كبير من أبناء الجالية، وحمل المتظاهرون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية. ووجه المشاركون التهنئة لمصر على التنظيم الجيد لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، مشيرين إلى نجاح مصر في المؤتمر دفع الجماعة الإرهابية للعمل على تشويه الإنجازات الوطنية. كما نظم أبناء الجالية المصرية في النمسا واليونان وقفات تأييد مماثلة، ورفض المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المساس بسيادة مصر واستقلال القضاء. الحقيقة يعني هذا الموقف وهذه الصور وإحنا بنتابعها وإحنا بنقرأ الخبر على السادة المشاهدين هي معتادة من المصريين في الخارج وأبناء الجالية المصرية في كل مكان، لأن الشعور الوطني لديهم شعور يعني لا غبار عليه. قدام كل خطوة جديدة ونجاح جديد وإنجازات للدولة المصرية في المقابل قوى الشر والحاقدين والكارهين يحاولوا تشويه هذه الإنجازات. ومصر لأنها الآن دولة قوية، هي دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لها دور محوري ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن في محيط العالم كله، فكان رد فعل طبيعي وشعور وطني الحقيقة من أبناء الجالية المصرية للرد على هذه التشويهات والإشاعات والتضليل المستمر من قوى الشر. كيف تابعت هذه المسيرات دكتور ممدوح؟ هو الحقيقة العنوان هنا الإجابة الصفعة، الحقيقة هو صفعة على دعاة التخريب ودعاة الإرهاب، وفي نفس الوقت رسالة تحمل دلالة رمزية لتأييد النظام وتأييد الدولة، طبعا اعترافا بالجهود والإنجازات الكبيرة التي تم تدشينها منذ 2014. الدولة الحقيقة كانت عانت من تحديات كبيرة، لكن جهود في أكثر من مجال، الإصلاح الإداري، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، بناء الدولة، مرحلة جديدة نحسب أن الجهود تكاملت للوصول إليها. وهناك تحديات، هناك أزمات هنا أو هناك يتم التعامل معها، ولكن في الأخير هناك إنجازات يشار إليها، وهو بالتالي نوع من الاعتراف بهذا الجهد وتقديم أساس جديد للشرعية متكرر، وبالتالي هو يعني ضوء أخضر بالمضي قدما في الطريق وفي الجمهورية الجديدة بكل مفرداتها. وبالتالي يعني إحنا نتحدث عن حالة من التوافق، حالة من الحوكمة، هدفها الأخير هو الاستجابة للمواطن. فحينما يأتي التأييد من المواطن تكون المدخلات قد أنتجت
المخرجات المتغية والأهداف المبتغاة، وبالتالي يعني حديث جديد حول قوة الدولة زي ما حضرتك قلتي، ويعني التوافق بين المواطن وصانع القرار، وظن إن شاء الله أن هي سوف تستمر والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، وزي ما دايما بنقول أفضل رد على هذه الإدعاءات والتشويهات إلى جانب طبعا تكذيب أي شائعات هو العمل والنجاح والاستمرار في التقدم إلى الأمام، لأن ده أكيد بداية أي يعني زي ما بنقول كده فاشل. طيب خلينا نختم مع حضرتك جولتنا في صحافة النهاردة من الشأن الدولي بقى، والحقيقة انتخابات التجديد النصفي، حيث يترقب الأمريكيون نتائج الانتخابات النصفية التي أقيمت الثلاثاء الماضي لتجديد كافة أعضاء مجلس النواب 435 مقعد وثلث مجلس الشيوخ، فضلا عن 36 حاكم ولاية. يتجه الحزب الجمهوري إلى الحصول على الأغلبية النيابية. ففي أحدث النتائج، أشار مركز إديسون للإحصاءات أمس أن الجمهوريين حصدوا حتى الآن 211 مقعد مقابل 197 للديمقراطيين في مجلس النواب. وقال مسؤولون أمريكيون إن فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في ولاية أريزونا سيتواصل في الأسبوع الجاري، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ستحدد مصير جدول أعمال الرئيس الحالي جو بايدن. وأضافت إذا خسر الديمقراطيون السيطرة على النواب أو الشيوخ فسيكون للحزب الجمهوري القدرة على عرقلة خططه. في كده ما يقال دائما دكتور ممدوح إن إذا كان الرئيس الأمريكي هو رئيس ديمقراطي فإذا الأغلبية دائما تكون العكس في الكونغرس هي للجمهوريين، والعكس صحيح إذا كان من الحزب ينتمي للحزب الجمهوري. إلى أي مدى حضرتك شايف أن هذه النتائج تمثل توازنات القوى في أمريكا؟ هل سيكون هناك فرصة لجو بايدن في ولاية رئاسية جديدة، أم الأمر الآن يتجه إلى الحزب الجمهوري في ظل أزمات تضخم عالمي بيشهده العالم أجمع، ويمكن هو التضخم الأكبر في أمريكا منذ 40 عام، بالإضافة طبعا للأزمات السياسية الكثيرة على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية؟ وطبعا الخبر هنا بيدور حول يعني الانتقال من حالة البطة العرجاء، لأنه على مدار التاريخ زي ما حضرتك أشرتي لما بيكون الرئيس من حزب والبرلمان أو الكونجرس من حزب آخر بيبقى هناك حالتين، يا إما أنه يبقى ده لصالح إحداث التوازن وبالتالي يأتي في صالح تفعيل سياسات إلى آخره، أو يكون في إطار العرقلة. وظني انه التوتر والتشاحن ما بين الحزبين ان احنا بهذا الشكل سنكون في اطار عدم التوازن والافاده للدوله، ولكن على حساب الاعتبارات الحزبيه وبالتالي العرقله. وبالتالي طبعا احنا في اطار هذا الحدث التجديد النصفي والانتخابات التكميليه على مدار التاريخ دايما بيكون لها دور مهم. احنا نتحدث عن منتصف الطريق للرئيس بايدن، نتحدث عن شكوك في ادارته على مدار السنتين اللذان تولى فيهم، مشاكل في التضخم، بنتكلم على 9.1 في 2022 اكبر تضخم على مدار 4 عقود، مشاكل في ادارته للسياسه الخارجيه، انسحابه من افغانستان والانتقادات التي وجهت اليه، اداره الازمه الروسيه الاوكرانيه، حتى ملف كورونا وفي ختامه او في يعني في اواخره وكيفيه البحث في اسباب الى اخره. طبعا جمله من الاشكاليات والتحديات بيقابلها النظام او الاداره الامريكيه، وبالتالي بتكون فرصه للجانب الحزب الجمهوري انه يظهر في الساحه، خصوصا انه مع الانتخابات الحاليه التجديدية ديت رغم انه الرئيس ترامب مش موجود لكن عشرات المرشحين هم باختياره، وبالتالي هي رسالة اذا فاز الحزب الجمهوري بالاغلبية ممكن يعود ترامب دكتور ممدوح؟ طبعا ده يعني اليوم هو مطروح بقوة، ودلالة على ذلك هتبقى الأغلبية في الكونغرس لو حصلت هتبقى إشارة لذلك في أكثر من مناسبة بيصرح أو يلمح بذلك. طبعا دي تحدي كبير للإدارة الحالية. الاستطلاعات الرأي نتكلم على أكثر من استطلاع
التأييدات للنظام الحالي او الاداره الحاليه. ظهوره على الساحه طول الوقت السياسيه بتتكلم في حاجه و30% ما بين هذا المربع، 75% بيرون انه هو بعيد عن القضايا الاكثر الحاحيه وانه هو على المحك. فبالتالي جمله من الشواهد تنبئ بحاله من عدم الفعاليه في القادم لهذه الاداره، ويطرح بقوه وطرح يعني باشارات كده، ولكن القادم هيطرح بقوه انه يبقى في بديل جمهوري للرئيس بايدن في الانتخابات القادمه امام التحدي الكبير من حزب بديل ديمقراطي الرئيس بايدن امام التحدي الكبير للحزب الجمهوري. اذا سنتابع ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، نورتنا يا فندم، وشكرا على كل هذا السرد من المعلومات الوفيره. شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده، لكن في اطار متابعتنا المستمره لما يحدث داخل اروقه كوب 27 بمدينة السلام شرم الشيخ وتغطيتنا اللحظية لها، سنذهب الآن إلى مدينة السحر والجمال، مدينة السلام شرم الشيخ، وزميلتنا المتميزة رشا مجدي الحقيقة كل يوم بتجري عديد من اللقاءات الهامة مع المختصين والمعنيين بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، فإلى هناك.